كيف أمسكت باليدين وكيف قبلتهما وكيف استعددت الأمر بنظرة تلومني. كنت أقطع بالقبلة عهدا بيني وبين عينيك أن أظل وفيا لبريقهما، وكنت ترين فيها تجاوزا جريئا على عفتك الآسرة شقية العينين. مضيت لا أعلم إلى أين أمضي بعهدي، فالعنفوان أنت والكبرياء أنت ومجد الأنوثة كلها أنت، والمثول بين عينيك كان انتصارا ما بعده انتصار. تلك أنت سيدتي، وأعز ما جاد به الزمان علي هو أنت.